مشروب عجبك؟ كنت بشوف الكتب اللي في المكتبة. ولقيت ايه؟ مكتبة عظيمة لشيخ عظيم. الشيطان بقى يا صفية قال ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وده كان وعد وعهد خده الشيطان على نفسه وما قدرش يرجع فيه ابدا. ومن ساعتها ما بقاش ليه اي شغلانه غير انه يؤذي البني ادم ويضله عن الصراط المستقيم. انه بني ادم ضعيف الايمان اللي بيستسلم له. تخيل يا صفيه، اتنين جيران، واحد بيكره التاني كره العمى ونفسه يؤذيه، قوم يعمل ايه؟ اتفرغ له، لا شغل ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه خالص غير انه يأذي جاره ده ويدمر له حياته. والجار التاني ساب له الباب مفتوح على الاخر، يدخل ويخرج ويعمل اللي هو عايزه فيه، لانه حاسس ان جاره ده قوي ومفتري وهو مش هيقدر يواجهه ولا يقاومه، استسلم له. لكن لو كان الجار ده قوي الإيمان ومستعد وقرر إنه يواجهه ويقاومه، ما كانش قدر يعمل معاه حاجة أبداً. ساعتها الشيطان هيبقى عامل زي اللي ضرب راسه في الصخرة عشان يفلقها، لكن راسه هي اللي اتفلقت واتكسرت والصخرة ما جررهاش حاجة. الصخرة فضلت صخرة. إن كيد الشيطان كان ضعيفة. تمام، الله ينور عليك. أهو كده، عشان كده الشيطان ده هيجي يوم الحساب ويشاور على البني آدم اللي غواه وضله ويقول للمولى أنا معرفوش، هو اللي عمل في نفسه كده وهو اللي عمل بنفسه كل حاجة، السحر والشعوذة والأعمال وكل حاجة، وأنا بريء منه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.